sacrifices. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفاية ذنوب. النهاردة هنتوب من ذنب ربنا حرمه على نفسه. النهاردة هنتوب عن الظلم. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال سبحانه: وما ربك بظلام للعبيد. الظلم سلب الحقوق بالقوة، أخذ الأموال بالغصب والنصب. الظلم تزييف الحقائق وتغيير النتائج. الظلم تعين مكاني حد وأنا أحق منه عشان ليه واسطة. الموظف المقصر اللي تخلى عن ضميره في مهنته ظالم. العامل الخاين لصاحب العمل ظالم. ربنا قال لنا قد إيه إن الظلم كان سبب في هلاك الأمم والشعوب. قال تعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله أن يظلم أو يظلم. قبل ما تظلم أي حد فكر ألف مرة، قبل ما تاخد حاجة مش من حقك، قبل ما تتهم بريء، قبل ما تستغل قوتك ونفوذك فتظلم إنسان ضعيف أيا كان دينه. إن بطش ربك لشديد. ممكن الزوج يظلم زوجته، الزوجة تظلم زوجها، لكن إن ربك لبالمرصاد. قبل ما تظلم الموظفين والعمال والخدم اللي عندك افتكر إنك في قبضة الملك وهو القاهر فوق عباده. أبو مسعود صحابي الجليل، النبي صلى الله عليه وسلم شافه بيضرب خادم عنده، فقال له صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود أن قدرة الله عليك أسرع من قدرتك عليه. إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. أي إنسان مقيم على أي صورة من صور الظلم يعرف إن ربنا حرمه من أعظم نعمة، نعمة الهداية. فالله سبحانه وتعالى يقول: والله لا يهدي القوم الظالمين. لما تلاقي أبواب التوفيق والنجاح مقفولة في طريقك راجع نفسك، شوف ظلمت مين. قال تعالى: إنه لا يفلح الظالمون. الله سبحانه وتعالى توعد كل ظالم في الدنيا قبل الآخرة، فقال تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الله سبحانه وتعالى يتوعد الظالم بالانتقام مهما طال الزمن ما لم يتب عن ظلمه. فالله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الآية دي آية بتطمن كل مظلوم وتهديد ووعيد لكل ظالم. كأن ربنا بيكلم كل إنسان ضعيف، كل إنسان اتظلم من أقرب الناس لي: أيها المظلوم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اوعى تفتكر ولو لثانية واحدة إن حقك هيضيع، حقك عند من لا تضيع عنده الودائع. اوعى قلبك يتملى حزن وأسى لما تلاقي الظالم يقوى ويزداد غنى ونفوذ وانت مش قادر تاخد حقك وترده عن ظلمه. اوعى الشيطان يدخلك من المدخل ده ويقولك: ليه ربنا ما انتقمش من كل ظالم؟ الجواب: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أيها المظلوم صبرا، إن عين الله يقظى لا تنام. نم قرير العين واهنأ خاطرا، فعدل الله دائم بين الأنام. وإن أمهل الله يوما ظالما فإن أخذه شديد ذو انتقام. فاوعى تقابل ربنا وانت ظالم، وعنت الوجوه للحي القيوم،
وقد خاب من حمل الظلمة. اوعى تظلم اقرب الناس ليك، اصحاب الفضل عليك بعد ربنا. قبل ما تظلم افتكر انك بتظلم نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الحق نفسك، تخلص من ظلم العباد قبل ما تموت. قال صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. خلي بالك، لو صليت وصمت وزكيت وحجيت فمن الكبائر إنك تظلم عباد الله. ما ينفعش دخول الجنة قبل ما تتخلص من ظلمك. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد قبله مظلمة، يعني في رقبته حق الحد. وقال صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد، في أكتر من الشهيد، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على صحابي جليل عليه دين في رقبته. يقول عليه دين؟ فإن قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم. فإن قال أحد الصحابة علي دينه يا رسول الله يصلي عليه. سأله مرة أأديت الدين؟ قال لا. سأله مرة ثانية أأديت الدين؟ قال لا. ثالثة قال نعم. قال الآن ابترد جلده. خلي بالك من ديوان المظالم يوم القيامة. يقول سفيان الثوري رحمه الله إن لقيت الله تعالى بسبعين ذنبا فيما بينك وبين الله تعالى أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد. بالظلم تضيع النعم، فالأيام دول والله ستتحول من العز إلى الذل ومن القوة إلى الضعف، وتلك الأيام نداولها بين الناس. البرامكة كانوا أغنى الناس وأعز الناس، وفجأة غضب عليهم هارون الرشيد وأودعهم في السجن. فبكى خالد بن يحيى البرمكي وقال يا أبي، أبعد العز والغنى إلى الذل والفقر والسجن؟ فقال له أبوه يا بني، دعوة مظلوم سرت بالليل غفلنا عنها، ولكن عين الله عنها لا تنام. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اوعى تشوف قدامك مظلوم وتقدر ترفع الظلم عنه ولو بكلمة وتسيبه يتظلم. قال الله تعالى في حديثه القدسي وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجل أمره أو في آجله، ولأنتقمن ممن رأى مظلوما يظلم فقدر أن ينصره فلم يفعل. كل اللي فرح بظلم الناس خلي بالك عقاب ربنا شديد. قال تعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. إذا ترى فكرت في يوم القيامة، يوم ما تقف قدام ربنا حافي عاري، لا شفيع لا جليس لا أنيس، وانت ظالم، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هتقف قدام ربنا، هتقف بين إيد ربنا، هيسألك عن كل صغيرة وكبيرة، وكل صغير وكبير مستطر. يقول ربنا سبحانه وتعالى للمظلوم تقدم، ويقول للظالم اسكت لا تتكلم. لما تقف بين إيد ربنا هتعتذر، والاعتذار مرفوض. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. لما تقف بين إيد ربنا هتحاول تدفع كفالة، هتحاول تفدي نفسك، وده محال. قال تعالى ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة
وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لما تقف بين ايد ربنا تطلب ترجع للدنيا تاني، وطبعا ما ينفعش. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. لما تقف بين ايد ربنا هتطلب التأجيل وربنا هيرفض. قال تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. خلص نفسك، اتخلص من المظالم في كلمة، في قعدة. اعتذر قبل ما يجي يوم ما ينفعش تعتذر ولا تقدر ترجع الحقوق. صاحب الحق ممكن هنا يسامحك، ممكن أخوك يدافع عنك، لكن هناك مين هيدافع عنك؟ ما تأجلش، ما تكسلش قبل ما تلاقي ملك الموت واقف على راسك. اعتذر وانت على وش الدنيا، ما تترددش. الظلم دين مستحق، عقوبة معجلة، لو ما كانتش في الدنيا هتكون في الآخرة. وما من يد إلا ويد الله فوقها، وما من ظالم إلا سيبلى بأظلمي. اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي يا رب العالمين. كفاية سنون بعدنا كتير وتاه منا طريقنا وسط ألف طريق ونسأل نفسنا مالنا علينا الدنيا ليه بتضيق ونسير إننا تهنا بقالنا سنين في بحر غريب أكيد آن الأوان نرجع لخالقنا وكفاية ذنوب هناك عفو الكريم أوسع كفاية من الحقيقة هروب أكيد آن الأوان نرجع لخالقنا وكفاية ذنوب هناك عفو الكريم أوسع كفاية من الحقيقة هروب بيقبل ربنا ويسمع أنين القلب لما يتوب كفاية كفاية كفاية